السلام عليكم حبايبي الفنانين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. درس جديد النهارده مهم جدا جدا جدا، يعني فوق ما تتخيلوا. درس النهارده في الطبيعة الصامتة، وجبت لكم تكوين مش سهل. هو مش سهل ومش صعب، ولكنه محتاج وقت كبير ومحتاج طول بال ومحتاج انك تديله وقته. في اكتر من عنصر النهارده هنشتغل فيهم زي ما انتم شايفين، وكل عنصر ليه ملمسه وليه شكله المختلف عن التاني. اول حاجه كالعاده بنبدا نشتغل في الاوت لاين. زي ما انتم شايفين بمسك قلم خفيف درجه اتش، مثلا 2 اتش او 3 اتش، وببدا ارسم الاوت لاين. الجمجمه عملتها على هيئه دايره زي ما انتم ملاحظين، قسمت كده الشكل على انه دايره، وبعد كده هبدا ارسم الابريق اللي تحت الجمجمه، بقسم شكله بالراحه خالص زي ما انتم شايفين. في خطوه الاوت لاين الرسم بتاعي بيكون كروكي جدا، يعني مش بطلع تفاصيل ولا بهتم بان انا اطلع الابعاد مظبوطه قوي ولا الخطوط والكلام ده، ولكن ببدا احط الكتل في مكانها المظبوط. يعني ايه؟ يعني مثلا الجمجمه فوق الابريق ومايله ناحيه الشمال شويه، فانا بحاول اطلع بشكل كروكي الابعاد دي تكون مظبوطه، بحيث ما يطلعش مثلا الجمجمه مايله ناحيه اليمين او فوق زياده او تحت زياده وهكذا. فالخطوه دي بتكون خطوه كروكيه بقلم خفيف زي ما انتم ملاحظين. ابدا ارسم الايد بتاعه الابريق. الموضوع هنا بيعتمد على عيني وبيعتمد على اني اكون هادي، لانك لو استعجلت في الاوت لاين، طبعا زي ما احنا متفقين في كل الدروس اللي بنرسمها الاوت لاين هو اهم شيء، هو الاساس. لو باظ الاساس بتاع العماره، العماره كلها بتقع. هنا ببدا ارسم الجزء او الشكل، العنصر الاسود ده مش عارف هو عباره عن ايه، دهون ولا ايه بالظبط، ما عرفتش اترجمه. ده يعتبر من الاشكال السهله لانه كله عباره عن خطوط مستقيمه، فالخطوط المستقيمه دايما بتكون اسهل من الكيرفات زي ما انتم ملاحظين. بحط الظل الساقط منه، بعمل له اوت لاين برضه زي ما انتم ملاحظين، في ظل ساقط منه على الابريق. بفكركم لو لسه ما انضمتوش لجروب الفيسبوك عشان تنزلوا عليه رسوماتكم وتطبيقاتكم باستمرار، وقناه التليجرام كمان، وتابعتوني على الانستجرام وفيسبوك، هتلاقوا كل اللينكات دي في الديسكريبشن بوكس. لازم تتابعونا وتنضموا لجروب الفيسبوك عشان تتابعوا معانا كل جديد. واللي لسه طبعا ما اشتركش في القناه يشترك، واكيد اكيد اكيد ادعموني بلايك على الفيديو علشان ما احسش ان انا بعمل الدروس دي لنفسي. زي ما انتم ملاحظين كده خلصت الاوت لاين بتاع العنصر ده. برضو اي تفاصيل صغيرة للظل اللي جوه، يعني مثلا الابريق من ناحيه اليمين كده في ظل اسود، فببدا اعمل له اوت لاين بسيط خالص. يبقى انا كده قسمت الجمجمه فوق لاقرب شكل هندسي ليها هي الدايره، وبعد كده الابريق عملت شكله بشكل سريع جدا. لو انت حابب تقسم الابريق مثلا لمستطيل وبعد كده تبدا تشكل في المستطيل ده شكل الابريق، برضه صح مفيش مشكله، الموضوع ممكن يمشي كده او كده. عملت الايد بتاعته، طبعا زي ما انتم عارفين اكيد هيطلع فيه اخطاء، ولكن بتكون اخطاء بسيطه. طب بظبط الاخطاء دي امتى او بعدلها امتى؟ طبعا وانا بظلل، يعني لما ببدا في خطوه التظليل بظبط كل الكلام ده. هنا بقى ببدا اجيب الزجاجه اللي ناحيه الشمال، الزجاجه بقيسها او بقارنها بناء على الجزء اللي ناحيه اليمين، بشوف ارتفاعها من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين، وقسمت لها خط في النص، عملت خط محور في النص علشان اظبط الجزء اليمين يكون زي الشمال بالظبط. بمعنى ايه؟ ما ينفعش اخلي الكيرف اللي في اليمين مختلف عن الشمال. كلنا لو مسكنا مثلا زجاجه ميه او حاجه هنلاقيها متناسقه ونصها اليمين زي نصها الشمال بالظبط، فلازم نراعي حاجه زي كده. فانا عملت الخط اللي في النص ده علشان يساعدني ان اظبط الخطين دول بشكل دقيق زي ما انتم شايفين. ونبدا نرسم الجزء بتاع الجمجمه، وبكده يعتبر احنا خلصنا خطوه الاوت لاين الكروكي. تعالوا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده، بسيطه جدا. بقيس طبعا الابعاد والاطوال وبقارن كل عنصر بالتاني عشان اتاكد ان انا شغلي مظبوط. يلا بقى نشوف الخطوه التانيه. الخطوه دي يا فنانين هنبدا بقى ندخل في تظليل الجمجمه. قررت ابدا بالجزء الفاصل ما بين الجمجمه وما بين الابريق زي ما انتم ملاحظين، وببدا جزء جزء بقلم مش غامق قوي ومش فاتح قوي، يعني مثلا ممكن نقول اتش بي مثلا علشان ابدا اتقل على الخطوط. ولكن هنا بقى مش هيكون كروكي، هنا هبدا اشتغل بدقه اكتر واجيب نفس الابعاد ونفس التفاصيل الداخليه بشكل مظبوط. فببدا استخدم القلم الاتش بي واعمل اي كسرات او اي كيرفات قدامي، لان زي ما انتم ملاحظين الجمجمه كلها بلا استثناء عباره عن كسرات وكيرفات، يعني لازم اشغل عيني بشكل دقيق قوي. هبدا اطلع في الجزء الشمال وبعد كده الجزء اليمين. حسيت ان هو اتفتح مني شويه، حسيت يعني هظبطه بعد كده مفيش اي مشكله طالما انا
شغال مظبوط اهو، ظبطته. الخط بدل ما كان هيطلع لفوق ميلته ناحية اليمين اكتر، فاداني الكيرف اللي انا محتاجه. قارنه كده هتلاقوا ان احنا ماشيين مظبوط، سواء الجزء اللي تحت او الجزء اللي فوق. هنا بقى هبدأ اعمل التجويف اللي في الجنب، كلنا عارفين التجويف اللي جنب العين على طول، والتجويف اللي تحت برضو الصغير خالص ده. تعالوا نبدأ نسرع شوية، يلا بينا. كده انا سرعت الفيديو شوية شباب عشان برضو تتفرجوا وفي نفس الوقت ما تملوش. ببدأ ارسم الاوتلاين بشكل مظبوط. هنا اوتلاين مع تظليل على طول بقى، يعني مش هعمل اوتلاين كروكي زي الاول. الاوتلاين الكروكي انا قسمت فيه الشكل الخارجي للعناصر، ولكن التفاصيل الداخلية للعناصر بعملها بالتظليل على طول زي ما انتم ملاحظين. اي تجويف بيقابلني بعمل له اوتلاين عشان هبدأ اظلل بعد كده. وابدأ اعمل التجويف اللي جنب الفك او تجويف الفك بالفعل. هنا ممكن حد يشوف الجمجمة يتخض يقول ايه دي صعبة جدا هرسمها ازاي، ولكن ابدا بالعكس. انا بعتبر او دايما انت كمان تعتبر ان العناصر اللي فيها تفاصيل كتيرة هي اسهل عناصر ممكن تترسم. ده ليه؟ لان كل تفصيلة بترسمها او كل خط بترسمه بيبني لك الخط اللي بعده، يعني بيقرب عليك المسافة، عكس العناصر اللي بترسمها وما فيهاش تفاصيل كتيرة، فانت عينيك بتكون مضطرة تجيب مسافات بعيدة بين كل خط والتاني. اتمنى تكونوا فاهمين النقطة دي او قدرت اوضحها لكم، لان الناس بتستصعب دايما العناصر اللي فيها تفاصيل كتيرة وده مش صحيح. زي ما انتم شايفين بدأت ارسم العين، تجويف العين برضو. لحد دلوقتي احنا شغالين 100 100. وارد يكون في اخطاء، يعني عشان برضو ما تحملش نفسك فوق طاقتك، احنا بنرسم فري هاند بدون استخدام اي وسائل، فطبيعي طبيعي طبيعي انت انسان، انت بشر، يعني هتغلط. اي انسان عينيه وايديه بيغلطوا، اصل انت مش مكن، فبالتالي ما تشيلش نفسك ضغط فوق طاقتك علشان تقدر تشتغل وتعمل شغل حلو. وادي تجويف الانف عملته على هيئة مثلث، وبعد كده هبدأ أقسم فيه الكيرفات اهو، بسطته ثم أبدأ أعمل له التفاصيل بتاعته. موضوع بسيط جدا 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 زي ما انتم ملاحظين. فراغ الأبيض. تعالوا نسرع شويه بقى عشان احنا كده هنطول في الجمجمه قوي، يلا بينا. ادي هكمل الجمجمه راحه خالص، والاسنان لازم اقيس الاسنان سنه بتجيب التانيه على طول. هو ده اللي انا بكلمكم عنه، العنصر اللي بيكون فيه تفاصيل بيكون سهل ارسمه، لان برسم السنه الشمال فبتجيب اللي بعدها وبتجيب اللي بعدها وبتجيب وهكذا، هما بيبنوا بعض. وادي التجويف الاسود والخط الخارجي من الجمجمه زي ما انتم ملاحظين، وبجيب الكيرفات دي بشكل مظبوط والعين كمان. الموضوع بسيط جدا، واحنا كده تقريبا يعتبر خلصنا الجمجمة او الاوتلاين بتاع الجمجمة. تعالوا بقى مع بعض نشوف الخطوة التانية وهي خطوة التظليل. كده ظهر لنا شكل الجمجمة، بس التظليل هو اللي هيخليها واقعية، يلا بينا. دلوقتي فنانين هنبدأ نظلل، وببدأ استخدم اغمق درجة عندي وهي درجة 6 بي مثلا. في التمرين ده انا ما استخدمتش درجة البلاك ابدا، ولكن استخدمت درجة 6 بي. ببدأ من المنطقة الغامقة، بضغط جامد وممكن اشتغل في اكتر من اتجاه. بمعنى ايه؟ يعني انا اشتغلت في الاول بالعرض زي ما انتم شفتوا، وبعد كده اشتغلت عليه باتجاه تاني، هبدأ برضو اعمل شوية غامق من الجنب التاني وهكذا. دايما لازم اهتم في البداية بالغوامق، لان الغوامق هي اللي بتظهر لي باقي التونات بشكل مظبوط. بمعنى لان لو ما عملتش الدرجة الغامقة دي ففي احتمال كبير جدا ان انا اعمل درجات باهتة او ما اقدرش اغمق، ودي مشكلة معظم الفنانين منكم ان رسوماتهم دايما بتكون باهتة لانهم ما بيهتموش بالدرجات الداكنة. زي ما انتم شايفين تشتغل من الناحية التانية اهو، بظلل بتكنيك مش تكنيك الواقعية اللي احنا بنشتغل بيها دايما، لانه مش مطلوب في التمرين ده. عايزكم تطبقوا نفس الاسلوب اللي انا شغال بيه بزاوية 45 بهاتشنج، اسلوب الهاتشنج بسيط خالص.
وببدأ أمسك الجمجمة جزء جزء، الغامق بعمله غامق والفاتح بعمله غامق، بعمله فاتح آسف. هسرح برضو شوية علشان الموضوع مطولش معانا، لأن احنا عدينا 10 دقائق. أنا سرعت الفيديو أكتر، هو نفس التكنيك اللي أنا بستخدمه، بشتغل بتكنيك زاوية 45، وممكن أشتغل عليه بتكنيك تاني أو باتجاه تاني زي ما انتم ملاحظين، بشتغل الأول بالعرض وعليه بالطول. هو ده التكنيك اللي أنا عايزكم تشتغلوه، ومش هيكون صعب بالنسبة لكم، تقدر تشتغله لو أنت بترسم من زمان أو لسه مبتدئ، مش هتفرق لأنه بسيط. اهم شيء انك تترجم التونات في اماكنها المظبوطه. معنى ايه؟ معنى ان انت ما تجيش في مكان غامق وتعمل درجه فاتحه، ولا تيجي في مكان فاتح وتعمل درجه غامقه. الظل والنور لازم نهتم بيهم يا فنانين، زي ما انتم شايفين بسيط خالص. حسيت ان في حته خرجت مني، مسحتها بلاستيك على طول. مش محتاج اتكلم كتير لان التكنيك مكرر، تكنيك عرض وطول، هاتشنج وكروس هاتشنج، مفيش حاجه جديده فيه اهو زي ما انتم ملاحظين. وزي ما انتم شايفين في المنطقه السوداء دي ببدا اضغط جامد شويه مع تكرار الطبقات، يعني بعمل الطبقه مره واثنين وثلاثه لحد ما اوصل للتون اللي انا محتاجه او للدرجه اللي انا محتاجها زي ما انتم ملاحظين. مطلوب منك ما تطلعش كل المنطقه لون واحد زي ما انتم ملاحظين يا جماعه، انا سايب فيها تدرجات غامق فاتح غامق فاتح، ده عشان يدينا تاثير التجويف او الفروقات اللي بين العظم بتاع الجمجمه زي ما انتم ملاحظينها في اضاءات منوره في النص كده. فانا لو جيت عملت كلها لون واحد اذا هخليها فلات خالص، مش هتكون فيها المطبات الصغيره دي، ودي بتفقدها جزء كبير جدا من الواقعيه. عشان ناخد بالنا بس، بنكمل بنفس الاسلوب، مفيش اي اختلاف. هنا طلعت بقلم فاتح شوية لان هنا المنطقة افتح، ممكن 2B مثلا او HB ايا كان المناسب ليها برضو في المنطقة اللي هنا. تعالوا نشوف خطوة تانية ونشوف هنظلها ازاي، يلا بينا. دلوقتي هبدأ اظلل العين، برضو هستخدم نفس الاسلوب زي ما انتم ملاحظين، ببدأ بالمنطقة الغامقة اللي هي ناحية الشمال، وبشتغل بتكنيك اللي هو الزاوية 45 اهو، وبفتح جوه شوية لأن جوه شوية في منطقة إضاءة بسيطة خالص، وعلشان أغمق عليها بقى ببدأ أضيف طبقات فوق بعضها، طبقة فوق التانية فوق التالتة وهكذا زي ما انتم شايفين يا فنانين. الموضوع بسيط جدا جدا جدا. تغميق وتفتيح درجات فوق بعضها بالطول وبالعرض عشان نقفل المسام شويه، ما تبقاش الموضوع مفتوح على بعضه فيكون واقعي اكتر. هنا ببدا اضيف شويه درجات تاني، وبظلل المنطقه اللي هنا اللي هي ما بين الفك وبين التجويف اللي ناحيه الشمال ده. برضو اي منطقه سوداء بعملها بقى او بتقابلني بعملها الاول، اول حاجه بعملها في المنطقه اللي بظللها هي المنطقه السوداء. خلوا دي قاعده عندكم، اول منطقه او اول تون هظلله هو الدرجه الغامقه، لان الدرجة الغامقة هي اللي هتظهر لي باقي الدرجات اللي جنبها. لازم تتعلموا النقطة دي لانها مهمة جدا، عشان كده انا بفضل اكرر فيها كتير. اي نعم هي هتزهق ولكن مهمة. تعالوا بقى نشوف خطوة تانية، يلا بينا. زي ما انتم ملاحظين ضفت كل التونات المطلوبة هنا وبعمل بغمق، وان كانت محتاجة تغميق تاني بس انا وصلت لدرجة كويسة وقابلها، يعني مش باهت قوي، وان يكون الجزء الشمال محتاج يتغمق شوية، فانتوا بقى تفضلوا تغمقوا لغاية ما توصلوا للتون المطلوب. هنا بقى ندخل في الاسنان. طبعا الاسنان قصدت اعمل لكم جزء منها لانها مش صعبه اطلاقا، كل اللي بيتعمل اللي انا بعمل الفراغات السوداء اللي بين الاسنان دي اول حاجه برضو بعملها. شفتوا يعني احنا برضو بدانا بنفس القاعده وهي الدرجه السوداء اول، ثم الاسنان بقى بتلاقوا فيها جنب متدرج من غامق لفاتح، يعني جنب غامق وجنب فاتح بس كده، هو ده تظليل الاسنان. لان في ناس كده معينه عندها عقده في تظليل الاسنان، وبفضل اقول لهم والله يا جماعه الاسنان سهله جدا، الاسنان ما فيهاش اي حاجه صعبه، بس انتوا فهموها وشوفوا بتبداوا منين وبتنهوا فين. لو انت عملت الفروقات اللي بين الاسنان مظبوطه
ودركت السنة من غامق لفاتح، شكرا احنا كده وصلنا للي احنا محتاجينه، مش محتاجين اي عناء اطلاقا، الموضوع ابسط مما تتخيله. زي ما انتم شايفين اللون الاسود وهنا برضو، دايما بلعب على الالوان السوداء او درجات السوداء لان هي اللي هتطلع لي الشكل مظبوط. وبنزل بقى بالظل اللي تحت ده اللي هينزل على الابريق. حابب تعمله دلوقتي تمام، حابب اعمله بعد شوية مفيش مشكلة، في الحالتين صح يعني، حابب اعمله وانا بعمل الابريق نفسه مفيش مشكلة، بس برضه المهم يكون اسود من فوق ونازل من تحت على فاتح، لان الظلال دايما لازم تتدرج، دي قاعدة برضه. من هنا بقى لما نعمل الظل ده ونظلل الجزء اللي تحت بتاع الابريق، هتلاقي ان الدنيا بقت واقعية شوية، يعني الجمجمة تحس ان الواقعية بتاعتها بتزيد. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده. كده فنانة ظللت الأنف والعين بنفس التكنيك بتاع العين اللي فاتت، والجزء الشمال من الجمجمة يعني كلهم نفس التكنيك، مفيش أي اختلاف. دلوقتي ببدأ أعمل التظلات الخفيفة خالص اللي ما بين العينين وما بين الأنف والفم وهكذا، دي بعملها بقلم مثلا اتش بي أو قلم 2 بي، ودي أظن إنها مش محتاجة مننا شرح، ولكن كل اللي أقدر أقول لكم عليه إنكم تهتموا بالتدريجات، إنكم تشتغلوا من غامق وتطلعوا على فاتح ناحية الإضاءة. وبكده نكون إحنا خلصنا الجمجمة بنسبة كبيرة جدا جدا، فتعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده، يلا بينا. دلوقتي يا فنانين زي ما انتم شايفين هنبدا نشتغل في الابريق اللي تحت الجمجمه. ايه التكنيك اللي بنستخدمه؟ هو نفس التكنيك ولكن خدوا بالكم مع اختلاف الدرجات. يعني ايه مع اختلاف الدرجات؟ ان الجمجمه كانت لونها اسود، يعني درجات الدكنه فيها كتيره جدا، ولكن الابريق ملمسه ودرجاته مختلفة تماما. الابريق اغمق درجة فيه هي الدرجة اللي ناحية الشمال تقريبا، ودي ما تجيبش درجة 2 بي مثلا، او حتى لو استخدمنا درجه غامقه فلازم نخف ايدينا جدا، زائد ملمسه انعم، فبالتالي لازم خطوطي تكون اقرب بحيث ما يظهرش المسافات البيضه اللي بين الخطوط فيديني تاثير خشونه الاوفر زي الجمجمه كده. فلازم نراعي ملمس كل جسم عندنا بحيث نشتغل بشكل مظبوط ودقيق. ابدا اكمل بس الاوت لاين من الجزء ده اللي هو الطرف بتاع الابريق، زي ما انتم ملاحظين ببدأ أظلل بقلم اتش بي. يعني أعتقدش إن في حد هيلاقي صعوبة في الشكل ده، في شكل الإبريق يعني، لأن درجاته فاتحة وما بيحتاجش عناء كبير إنك توصل للدرجات، عكس الجمجمة يعني ممكن يلاقي ناس كتير أوي مش مغمقة فبالتالي هيبقى فيها مشكلة، ولكن هنا لأ الموضوع بيختلف شوية. تعالوا نجري شوية. زي ما انتم ملاحظين في الجنب الشمال بدأت أغمق وهضيف درجة فوق التانية فوق التالتة. استخدمت درجات ايه؟ درجات اتش بي في الأول اللي هي الدرجة الفاتحة، وعليها درجة 2 بي، وكمان ممكن أضيف درجة 5 بي مثلا أو 4 بي أيا كان، بس في الفكرة بقى اللي أنا أخف إيدي بحيث إن أنا مغمقش أكتر من اللازم، لازم ناخد بالنا من النقط دي. وأبدأ أشتغل من غامق اللي فاتح بتكنيك بسيط خالص. وبنبدأ نكمل بنفس الأسلوب في باقي الإبريق من تحت، عن طريق إن نشتغل بالإتش بي أولا، طبعا مع مراعاة أو المراجعة على الأوت لاين، لأن زي ما قلت لكم إحنا بنعمل أوت لاين في البداية كروكي، ولكن لما بنيجي نظلل بنحاول نظبطه أكتر بحيث لو في أي أخطاء نظبطها ونعدلها. هنا برضو في المنطقة الفاتحة ونكمل بنفس الأسلوب. زي ما انتم ملاحظين الإبريق سهل جدا لأن الخطوط فيه مش كتيرة، خطوطه بسيطة، كيرفاته هي بس الكيرفات الخارجية، لكن داخليا مفيهوش أي تفاصيل زي الجمجمة. الجمجمة كانت من بره ومن جوه،
هياخد معاكم وقت اطول، ولكن البريك مش هياخد وقت اطول زي الجمجمة. اهم شيء بالراحة خالص بالاتش بي علشان اظهر ملمس الابريق الى حد ما. طبعا احنا زي ما اتفقنا بنشتغل باسلوب اكاديمي الى حد ما، فاحنا ما بنشتغلش بالاسلوب الواقعي بتاعنا اللي هو المفروض بقى بننعم ونسيح والكلام ده، لا ده اسلوب جديد وعايزكم تتعلموه تشتغلوا بيه. تمام، هنا بقى ببدأ اشتغل تاني برضو واغمق شوية. زي ما انتم شايفين يلا وبغمق هنا. هنا انا استخدمت درجه 6 بي ولكن خفيت ايدي، لان طبعا درجه 6 بي ممكن تديلي درجه اغمق من دي كتير قوي قوي قوي، خدوا بالكم من النقطه دي. هسيب لكم بس الجزء ده شغال ومش محتاجين نكمل الابريق كله لانكم هتكملوه بنفس الاسلوب يعني، فمش محتاجين ان احنا نضيع وقت اكتر من كده فيه، لان احنا دخلنا في 21 دقيقة 22 دقيقة شغالة يعني، وما اعتقدش ان في حد هيكمل الفيديو لغاية اللحظة دي. فلو انت كملت لغاية الفيديو لغاية اللحظة دي اكتب لي في الكومنتات تحت، لان انت راجل مجتهد، لان انا واثق ان الناس هتتفرج على اول دقيقتين ومش هتتفرج تاني. هي دي مشكلتنا يا جماعة، مشكلتنا ان انا لما بغيب عن اليوتيوب الناس بتفضل تقول لي يا فنان احنا عايزينك ترجع بالدروس تاني ومحتاجين نتعلم ومش عارف ايه ولما اجي ارجع بالدروس ابص في الاحصائيات بتاعت القناة، لان بيجي لنا في اليوتيوب بيجي لنا احصائيات القناة كلها، انت شفت قد ايه وكم واحد عمل لايك كم واحد عمل شير مش عارف ايه والكلام ده كله، ما بلاقيش يعني ما بلاقيش الاحصائيات. الناس اللي بتفضل تطلب كتير ما بيطبقوش ولا بيتفرجوا. ما هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. انت لو طبقت يعني انا لو لقيتك بتطبق معايا ومهتم باستمرار اكيد 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 هكون كويس جدا معاك وهستمر معاك، لان طبعا احنا عينينا ليكم في الاول وفي الاخر، والله احنا عينينا ليكم يا جماعه وتحت امركم في اي حاجه، وبحاول على قد ما اقدر والله اوصل لكم كل اللي عندي. فانت مش باقي عليه غير انك تتفرج على الفيديو كاملا، ده اللي استفادتك انت، وكمان تطبق عليه اول باول وتنزل نتيجتك على جروب الفيسبوك. تمام، زي ما قلت لكم لينك الجروب فيسبوك هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس. بس كده الموضوع بسيط جدا، اسف على الرغي الكتير، بس احنا بنرغي بما اننا شغالين لان التكنيك واحد. اعتقد ان احنا مش محتاجين يعني نشرح حاجة تانية في الابريق، مش عارف هل انتم محتاجين ولا لا. الموضوع بسيط جدا، هنشتغل بنفس التكنيك ده لحد ما نوصل لنهاية الابريق. تعالوا نشوف كده دلوقتي يا فنانين، هنبدأ نعمل برضو اوتلاين، نأكد على اوتلاين الجزء اللي هو العنصر ناحية اليمين، العنصر الاسود ده. مش عارف هو ايه، دهون ولا ايه بالظبط، فانت لو عرفت العنصر ده اكتب لنا هو ايه بالظبط. ببدأ أأكد على الخطوط بالراحة خالص، تعالوا نسرع شوية برضو بالراحة خالص، وبظبط الخطوط الكروك اللي انا كنت عاملها لان في احتمال كبير يكون فيها اخطاء. وزي ما انتم شفتوا كده الابريق خلصته بنفس الاسلوب، حتى الخطوط باينه، خطوط الاسلوب اللي انا كنت شغال بيه باينه، فده مش محتاج اللي احنا كنا نطول فيه يعني بصراحه. انت بس تهتم ان الجزء الشمال تطلعه الغامق والجزء اليمين يكون فاتح، وبعد كده لسه هنعمل الظل بتاع العنصر اللي احنا شغالين فيه ده اللي هو الساقط على الابريق، هتلاقيه اسود خالص برضه. المهم لازم تظبط خطوط العنصر ده لانه كلها خطوط مستقيمة ومتوازية، فلازم كلها تكون مظبوطة زي ما انتم شايفين. وهبدأ اغمق برضو بنفس الاسلوب، لاحظوا كده هتلاقوا بنفس الاسلوب اللي احنا اشتغلنا فيه في الجمجمة والابريق، يعني مفيش اي اختلاف. ولكن هنا بقى ايه، هنا الاختلاف الوحيد ان اللون هنا اسود، ولكن برضو مش كله اسود. لاحظوا كده هتلاقوا في الشمال اسود قوي وفي اليمين بيطلع على فاتح، لان في ناس ممكن متاخدش بالها من النقطة دي وتبوظ الدنيا يعني تعمله كله اسود، فدي بتكون مشكلة. لا انت لازم تغمق في المكان الغامق وتعمل حساب الإضاءة، لأن أي عنصر لازم يكون فيه إضاءة. فاهمين؟
برضو هنا غامق، الجنب الشمال ده غامق جدا، فبدوس بضغط على القلم مع تكرار الطبقات اكتر من مرة. وهنا ببدأ اعمل الظل، وبعمل الظل الساقط ناحية الشمال اللي هو الكبير شوية ده. موضوع بسيط جدا جدا جدا، ولكن لو اشتغلنا بنفس التسلسل اللي احنا بنتكلم عليه بهدوء بدون استعجال الموضوع بسيط خالص. لو حسيت ان في اي حاجة غلط بمسحها على طول اول باول وبظبطها. هنا غامق بينزل على افتح شوية، طبعا لازم ناخد بالنا من النقطة دي لان فوق غامق اهو ونزل تحت على افتح عشان محدش يعملها كلها سودة وبص تلاقي العناصر كلها لزقت في بعضها. لا طبعا لازم ناخد بالنا من النقطة دي. حسيت ان في تعديل محتاج اعمله بره، مسحت بالاستيكة شوية وهبدأ بالقلم الاتش بي بالراحة اعالج اللي انا مسحته ده، مش هيظهر له اي اثر زي ما انتم شايفين. فالموضوع بسيط جدا، وهنكمل باقي العنصر بنفس الاسلوب اللي احنا شغالين بيه. عايز اقول لكم ان الظل الساقط من الاشكال، خصوصا لو ظل اسود كده زي الظل اللي هو تحت الجمجمه لو شايفينه، والظل بتاع الشكل ده برضو مهمين جدا جدا وبيظهروا الواقعيه بنسبه كبيره فوق ما تتخيلوا، فلازم نهتم بيها كويس جدا يا شباب. وهنا بنغمق اهو، هنا بقى بنظلل برضو بنفس الاسلوب ولكن درجة افتح شوية، لان زي ما انتم ملاحظين في الصورة الجزء الشمال غامق جدا اسود والجزء اليمين غامق او افتح شوية، وفي بعض النتشات كده تحس ان هو في ابيض واسود ابيض واسود وهكذا، في درجات متفاوتة يعني، فلازم نراعي النقطة دي. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده. يلا هنا شباب بقى فاضل اخر عنصر هو الزجاجة، وده لا يختلف اي شيء عن اللي احنا ظللناه قبل كده، يعني ممكن يكون اقرب حاجة ليه هو الابريق لانه ملمسه نفس ملمس الابريق تقريبا. لازم برضو نطبق نفس التفاصيل، وده العنصر اللي انا عملت لكم عليه بث مباشر على القناة، يعني شوف الفيديو اللي انا نزلته امبارح بتاع البث المباشر هتلاقينا رسمت جزء منه او جزء منها كبير جدا على في البث ده، فاللي حابب يشوف تكنيك الزجاجة ده يشوف البث المباشر بتاع امبارح. وبكده يبقى احنا خلصنا كل العناصر بتاعتنا بتاعت التكوين بتاع النهارده. درس النهارده يا جماعه مهم فوق ما تتخيلوا. بكرر تاني، اللي وصل لنهايه الفيديو بدون ما يسرع او بدون ما ياكل من الفيديو فهو اللي استفاد، اما الناس اللي بتاكل في الفيديو بتسرع على طول اول باول فدول ربنا يتولاهم، يفضلوا يقولوا عايزين دروس عايزين دروس، الواحد يطلع عينه في الدرس وفي الاخر ما يتفرجوش غير على دقيقتين ويرجعوا يقولوا ما استفدناش، او يرجعوا يسالوا في نفس النقط اللي احنا بنقولها في الفيديو، فرغم انهم لو اتفرجوا على الفيديو كاملا هيفهموا كل النقط. والله ما علينا، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، واتمنى الناس كلها تطبق زي ما اتفقنا.
وتنزل على هاشتاج ارسم مع كريم عادل على الانستجرام، طبعا الهاشتاج بتاعنا معروف، نزل رسمتك على الهاشتاج علشان هعمل فيديو تصحيح اخطاء، وهبدأ اجيب كام لوحة من الهاشتاج واصحح عليهم الاخطاء عشان الكل يستفاد ان شاء الله. دمتم بخير يا فنانين، الصورة الاصلية هتلاقوها على قناة التليجرام، وكمان هسيبها لكم في جروب الفيسبوك عشان تطبقوا عليها. وطبعا قبل ما نقفل لازم افكركم تعملوا لايك على الفيديو لانكم بتنسوا انا عارف. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.